السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده الحصريه على قناتنا بتاريخ 17/7/2022، النهارده الاحد 17 يوليو. انا بقول لكم التاريخ علشان مصداقيه قناتكم. قراءتكم جديده وباذن الله تكون طاقه ايجابيه. يلا، مجموعه رقم 1 استخاره بالقران الكريم، مجموعه رقم 1 اصحاب الشمعه الزرقاء، مجموعه رقم 2 اصحاب الشمعه الحمراء. هنشوف مع بعض دلوقتي ايه الطاقه بتاعتكم وايه الاخبار عندكم، وباذن الله يكون عندكم الفرج والطاقات الايجابيه. طيب هنركب مع بعض مجموعه رقم 2 وهنشتغل على مجموعه رقم 1 اصحاب الشمعه الزرقاء، ونقول بسم الله الصوره اللي هتطلع لكم. بسم الله، سوره الشعراء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله. دايما عندك تقالب امور، تقالب عراقيل عندك، دايما عندك تقلبات مزاجيه. مزاجك اليومين دول متقلب بطريقه رهيبه جدا، ضغوط نفسيه في شغلك، رغم ان عندك خروج من المحنه اللي انت بتمر بيها، بس عندك كذا ضغط نفسي في شغلك، شغال 24 ساعه، او بمعنى اصح طول الوقت مدي الوقت الكافي والزايد عن اللزوم في شغلك. صحتك في النازل، مش مهتم بصحتك، وده خطا جدا. انت بتشتغل علشان تعافر، مش علشان تيجي على صحتك، علشان تبني مستقبلك. صحتك في النازل ودي حاجة خطأ جدا. البعض منكم عمل فحوصات، البعض منكم اشتغل على صحته وبرضو عنده ضغوط نفسية. عندك هنا قعدة حلوة او لم شمل، انت عندك لم شمل مع الشريك، او هي هتصفي حساباتك مع الشريك. انت جاي على الشريك او الشريك جاي عليك، محدش حاسس بحد، ولا انت حاسس بيه ولا هو حاسس بيك. انتوا ليكم المظاهر بينكم وبين بعض، وده طبعا خطأ جدا. حصل عندك سوء اختيار في حاجة، في شخص او في شخصية او في حاجة معينة، وزعلته جدا، رميته طوبة ناس كتيرة جدا من حياتكم، وخرجته افاعي من برضو من حياتكم. ليه؟ بسبب الحقد والغل اللي حصل عندكم في حاجات مضايقاكم، او حاجات بمعنى صح انتوا مريتوا بيها. الفترة اللي جاية هتكون قاعدة صلح ليكم، او قاعدة مواجهة مع حد، والحد ده انتوا هتبصوا في عينيه، هتعرفوا هو عايز يقول ايه، وفي نفس الوقت هتاخدوا قرار حاسم او قرار تاني. من وقت للتاني كلامكم بيكون دبش، وكلامكم بيكون شديد جدا، او كلامكم بيكون طاقة سلبية، وده خطأ جدا. بلاش تزعلوا نفسكم، او بلاش تزعلوا الشخص اللي قدامكم بسبب الكلام اللي انتوا بتقولوه يزعلكم، يزعل الطرف التاني منكم. عندكم صديق، الصديق ده بيحبكم جدا، وواقف معاكم في كل الاحوال بتاعتكم، وحتى لو حصل معاكم ايه هتلاقوه واقف معاه، وهتلاقوه دايما بيدعمكم ودايما عايزكم تكونوا احسن حد. بس خلوا بالكم من اي امور بتضايقكم. عندك برضو صديق تاني، الصديق ده عدو ليك، ما بيحبش غير نفسه، ودايما بيحاول يوقع الاشخاص ما بينه وما بين بعض. فانت بتمر بضيق وخنقه بسبب ان انت حاسس ان حياتك بدات تصفصف وبدات تفوق لنفسك بشكل ايجابي. فما تقلقش خالص، انت هنا كمان عندك طاقه انتظار. الله اعلم انت منتظر ايه، لا اما منتظر مبلغ، لا اما منتظر حد معين، لا اما منتظر طاقه تانيه، الله اعلم. بس انت في طاقه انتظار، متهيألك ان انت عايز تخرج من الوضع اللي انت فيه. بالفعل انت عندك خروجه. في كمان مكالمه بحد اكبر منك في السن مستنيها بقدر المستطاع. المكالمه دي ممكن تكون مكالمه حلوه ليك، طاقه ايجابيه، الله اعلم. بس انت مستني المكالمه دي، اكل شارب نايم كل انتظارك في المكالمه دي. عندك مولود، بسم الله ما شاء الله، المولود ده زي القمر. لا اما عندكم انتوا عندكم كلام يخص اطفال، لا اما هيكون في حمله تخص اطفال، لا اما هيكون في طفل عندكم زي القمر، الله اعلم. بس في طفل عندكم زي القمر، الطفل ده معرض دايما للعين، زي ما بيقولوا بمعنى صح، معرض دايما لاشعه الشمس، فلازم تداروا عليه علشان ما يتعبش. هو دايما معرض للتعب. ليه؟ بسبب الحسد الشديد اللي من المقربين في الجيران عندكم، في الناس اللي هي بتشوف الطفل ده على طول. في هنا كمان خروج من حاجة مسدودة عليكم، او نور من بعد الضلمة اللي انتوا فيه حاليا. كمان في نفس الوقت هتسمعوا حاجة، لاما هتسمعوا موضوع، لاما هتسمعوا خبر، لاما هتجيلكم رسالة. في حاجة متعلقة بالحاجة اللي في دماغكم ومخلياكم مش عارفين تناموا. في خيانة، او حد متعدد العلاقات، او انتوا في علاقة تانية، في طرف تاني متعمد ان هو يدخل بيتك علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر
يخربوا، مش علشان خاطر يشوفك انت محتاج ايه او انت محتاجة ايه. في خلوا بالكم من الاطراف التانية اللي بتدخل علشان تخرب البيوت العمرانة، يعني ممكن تكون شايفاكم كويسين بينك وما بين الشريك او ما بين الطرف التاني، تدخل هي تقلب الموضوع قلبا تاما. فتخلوا بالكم من النقطة دي، انتوا دايما بتقعوا في خطأ، دايما بتوقعوا نفسكم في خطأ، بتوقعوا نفسكم في طريق شك في موضوع مش تبعكم، وفي حد بيدور وراكم بكل الطرق. انت ممكن تكونوا فاكرين ان الشخص ده بينام ومرتاح، بالعكس الشخص ده 24 ساعة بيدور وراكم، هو بينام بعينه وبيفتح بعين التانية، ما وراهوش حاجة غير ان هو يكشفكم، يدور في اوراقكم، يدور في تليفونكم، يشوفكم ايه دنيتكم، يشوف بتعملوا ايه. فتخلوا بالكم من النقطة دي، الفترة دي فترة جميلة ليكم، مميزة، في أوضاع حلوة، في طاقة إيجابية، في فرحة، في أمور بتتحضر لكم، بس دايما تخلوا بالكم. ليه؟ علشان العيون. انتوا من وقت للتاني حاسين انه انت مفيش تواصل مع الناس المقربة، ممكن تكون قاطع ناس كتيرة جدا، قاطع اهل، قاطع احبة، ده برضو بسبب الضغوط اللي انت بتمر بيها، انت محدش حاسس بيك، كله جاي عليك والبيبان متقفلة، عندك تعبان بيلعب في حياتك متبدل الالوان، شوية حبيبك وشوية عدوك، شوية عايز مصلحتك وشوية عايز يخرب بيتك. ليه؟ علشان الشخص ده متقلب المزاج، وطول ما هو متقلب المزاج هتلاقي عنده حقد جواه وغيرة، فلازم تخلوا بالكم ولازم تبصوا للحاجة اللي هتجدد من نفسكم، والخروج المحنة اللي هتخرجوها دي هتكون أمور حلوة. من وقت للتاني بتجيلكم نغزة، دوخة، بتجيلكم كده ضربات قلب سريعة، الوضع اللي انتوا فيه مش عاجبكم بكل الطرق، دايما الهم، دايما الحيرة، دايما الضغوط النفسية، فعشان كده انتوا بتحاولوا تخرجوا من المحنة اللي انتوا فيها. في خير جاي لكم، والخير ده هيتوزع على أرض بيتكم، أو بمعنى أصح في فرحة هتعوم على الكل وهتحضروا لها، وهيبقى في طاقة إيجابية، وهيبقى في زينة حلوة، هيبقى في تغيير حلو، هيبقى في طاقة كده، طاقة حب كده. من وقت للتاني أنت بتشتاق لأيام زمان، بتشتاق لوقت كنتم متجمعين فيه كلكم، وقت كده كنت لطفة، وقت فيه كان حب، كان كلام حلو، الله أعلم، بس من وقت للتاني بتشتاقوا لوقت معين في حياتكم. فلازم تطلعوا من أي خنقة أو أي دقيقة أنتوا بتمروا بيها، لازم تاخدوا نفس عميق، العبوا رياضة، جددوا من نفسكم. انتوا من وقت للتاني بتحسوا بتكتيف، حد مكتفكم، حد مخليكم مش عارفين تتكلموا، عندكم حسد شديد في البيت، انتوا محسودين في أرض بيتكم، فلازم تحصنوا البيت. في واحدة من الاخوات، الاخوات دي بتحبكم جدا، بس هي عايشة في دوامة، عايشة في توها، حاولوا تطبطبوا عليها، حاولوا تشوفوها عايزة ايه، حاولوا ان انتوا تتكلموا معاها بقدر المستطاع. في حد عندكم هيعمل عملية، او حد هيعمل عملية، الله اعلم، في حد عندكم هيدخل العمليات الفترة اللي جاية، وبإذن الله هتكون العملية بسيطة وهيطلعوا احسن من الاول، فما تقلقوش خالص، علشان انتوا عندكم قلق رهيب. كمان عندكم حد بيشتكي من خشونة في الجسم، او خشونة في يعني خشونة في الجسم كده، الحد ده تعبان او نفسيته تعبانة، مش قادر يمشي على رجليه، ان شاء الله بإذن الله ربنا هيشفيه، بس قولوا له ان هو ينتظم على العلاج اللي عنده، او ينتظم على الادويه اللي بياخدها، وبلاش يهمل في صحته، او بمعنى اصح يهمل بنفسه. عندكم هنا الطريق، والطريق اللي انتوا ماشيين فيه ده عمالين تفكروا فيه وتحسبوها يمين وشمال من الطريق ده، خايفين. مين بقى اللي الشخصية اللي مش حبالكم الخير اللي انتوا فيه، او مش حبالكم اللي انتوا تكونوا في نفس المكان؟ اي نعم، ربنا بينجيكم طبعا، وربنا بيحبكم وواقف جنبكم، بس برضو هي مازالت موجودة ومش حبالكم الخير، وعمالة تحقد وتغل اتجاهكم، معرفش ليه. انتوا فوضتوا امركم لله وقلتوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ممكن يكون عندكم رجوع مع ابراج مائية، هيبقى في رجوع وهيبقى في طاقة ايجابية باذن الله، بس حاولوا تلموا شوية على الشريك، حاولوا تلموا شوية من الطاقات السلبية اللي عندكم بسبب الضغوط، لموا بمعنى اصح على الشريك، علشان انتوا اللي بتتعبوا، انتوا سهل جدا تدخلوا اطراف، تتدخل في حياتكم اطراف، تحسدكم اطراف، تتكلم عليكم، فخدوا حذركم. يعني ما تدوش حد الامان، ما تفتكروش ان الحد اللي هيطبطب عليكم النهارده هيفضل طول عمره يطبطب عليكم، هيجي في وقته وهيقلب عليكم، فانتوا ما تدوهوش الفرصه ان هو يجي لكم ويقلب عليكم وتتعبوا نفسيا، او الضغوط اللي عليكم تكون شديده. انتوا هنا صداع طول الوقت ماسكين دماغكم، طول الوقت بتشتكوا، البعض منكم عنده عرق نساء، البعض منكم عنده
العصب السابع، البعض منكم عصبي طول الوقت، القولون عصبي، لازم تهدوا اعصابكم شويه، القولون عندكم ملتهب، القولون عندكم انتفاخ على طول، غازات غير طبيعيه بسبب ان انتوا عصبيين الفتره دي بقدر المستطاع. حرف الميم، حرف الالف، حرف السين، حرف الحاء، حرف الدال، دول انتوا في علاقات تربطكم بيهم، في لا اما شغل لا اما علاقه قديمه، دول موجودين ما زالت موجودين، ولو انتوا مالكمش علاقه بيهم فمازال في مراقبه، مازال في حاجه معينه، فخلوا بالكم من الاشخاص دول. عندكم ناس سهل جدا تضحك في وشكم بس من وراكم تعابين، من وراكم الحقد والغل بطريقه رهيبه، بيتكلموا عليكم، بيجيبوا سيرتكم في حاجات كتيره جدا انتوا مالكمش علاقه بيها، بس انتوا مقررين تشتغلوا وتنجحوا وتعافوا ان شاء الله، باذن الله، باذن الله، بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هتنجح، وورق السفر اللي بالك مشغول بيه ده هيخلص على خير، وهيبقى فيه مصلحه حكوميه، مصلحه في محكمه، مصلحه في حاجه معينه، هيبقى فيها نجاح كبير جدا. طيب انت في سر مداري على حد، السر ده مربوط بيك انت شخصيا، فخلي بالك ان السر ده ما يتكشفش لو انت فضلت في الخطأ اللي انت فيه، عشان السر ده انت بقالك مدة عمال تداري فيه، وزي ما قلت لكم اللي عمالة تدور وراكم دي ما بتنامش، دي مش هي بتحبكم بس من كتر ما هي شاكة فيكم، او من كتر ما انتوا اديتوها فرص الشك، او بمعنى اصح انتوا اللي شاكين، خلوا بالكم من اي حاجة ممكن تتكشف عنكم الفترة اللي جاية، الحاجة اللي مستخبية دي تخلوا بالكم منها. في كمان هنا حد عايز يقعد معاكم ويفتح لكم قلبه ويتكلم معاكم ويقول لكم ان انتوا في حاجة غلط بتعملوه، حد عايز يعاتبكم بمعنى اصح، دايما العتاب بيدل على المحبة، بس انتوا قطعتوا الود ده او قطعتوا المحبة دي بسبب ان انتوا شفتوا امور مضايقاكم، انتوا داخلين في كذا حاجة، داخلين في كذا مشروع، البعض منكم عليه ديون وعشان كده زي ما قلت 24 ساعة شغالة علشان يسد جزء من الديون اللي عليه، البعض منكم عنده دوخة من غير اي سبب، وده بسبب ان انت برضو عليك دين، فخلوا بالكم من اي حاجة في حياتكم، ليه؟ علشان عندك انت ناس بترسل عليك طاقات سلبية، ممكن تبقى من بعيد تكلمك بالتليفون، وعشان كده انتوا دلوقتي عاملين ايه؟ تليفونكم عامل ازاي؟ انتوا مش انتوا لو انتوا لو عليكم ما تمشوش بتليفون اصلا، لو عليكم مش عايزين تمسكوا تليفون في ايدكم، ليه؟ علشان بتقولوا التليفون جايب لنا وجع ومشاكل وطاقات سلبيه، فخلاص في شويه وجع في ظهركم مواجعكم، يعني شويه وجع كده بيجي لكم في ظهركم بطريقه رهيبه، لو حصل عندكم مواجهه او قاعده مع حد الايام اللي جايه بلاش تقولوا كلام سلبي، خلوا بالكم من النقطه دي، في عندكم هم هينزاح باذن الله، وهيبقى في طاقه سلبيه طاقه ايجابيه من بعد الطاقه السلبيه اللي انتوا بتعوم عليكم، انتوا في ارض بيتكم مش مرتاحين، في ارض بيتكم في وجع، في شد على طول مع الاطراف الاخرى في البيت، دايما من وقت للتاني بتحسوا ان انتوا لو بصيتوا لنفسكم في المرايه بتحسوا ان انتوا مش انتوا، انتوا ما كنتوش كده، انتوا من الاشخاص اللي نزيهة جدا، من الاشخاص اللي بتحب الحياة طموحاتها عالية، بتحب التغيير، بتحب اللمة، بتحب الحاجات الجديدة، بس انتوا عندكم طاقة مضايقاكم، ففي هنا لمة حلو او قعدة حلوة او طاقة ايجابية، انتوا من الفترة دي هتحضروا لمناسبة او هيكون في مناسبة حلوة عندكم، المناسبة دي هتكونوا مبسوطين بيها جدا علشان هتديكم دفعة لقدام، ممكن يبقى في عزومة لعيد ميلاد، هتعملوا انت عزومة في ارض بيتكم الله اعلم، بس هيبقى في طاقة حلوة وهتخرجوا من الحالة السيئة اللي عندكم، وهيبقى في تحسن للافضل باذن الله، البعض منكم ممكن يكون عنده مشروع ناجح، انتوا عندكم حاجة ناجحة الفترة دي هتحصل عندكم بشكل كبير جدا، الحاجة الناجحة دي ان شاء الله باذن الله هتلاقي كده طاقتكم بدأت تتجدد، بس كمان خلوا بالكم من ان انتوا في علامة، العلامة دي هي عقبة موجودة قدامكم انتوا عمالين تخفوا فيها او عمالين تعافروا علشان تعدوها، العقبة دي مازالت اهي موجودة، والعقبة دي ممكن تكون غلطة، حاجة ممكن تكون قرار خدته غلط، ممكن يكون شخص محطم الحرية بتاعتكم، فدي حاجة ندمانين عليها الله اعلم، بس الحاجة دي فعلا غلط في حياتكم وانتوا مخنوقين او زعلانين ان الحاجة دي في حياتكم،
فلو انتوا عندكم قلق او عندكم تعب او عندكم ضغط او عندكم حيره، الله اعلم الحاجه اللي عندكم ايه، بس في خروج من المحنه اللي عندكم وهيبقى في طاقه ايجابيه باذن الله. كمان انتوا هنا في حد بتحس ان هو بيكلمكم من وقت للتاني، حد كده بتحس ان في وسواس عند ودنكم، في حاجه عماله مش تسلطكم، في حاجه عماله تقول لكم ده خطا ده صح، وانتوا طبعا الموضوع ده مش عاجبكم، وعشان كده انتوا واخدين موقف من حد الفتره دي بشكل كبير جدا، وعايزين تفهموا ايه اللي بيحصل معاكم ده، علشان انتوا حاليا مش فاهمين اللي بيحصل معاكم ده ايه سببه، او بيحصل معاكم ليه، او في ايه، او ايه اللي هيحصل. حيره على طول من وقت للتاني، رغم ان عندكم توضيح امر او توضيح علاقه او توضيح حاجه معينه، وباذن الله هيكون في فرحه حلوه. الفرحه دي باذن الله هتكون دفعه ليكم بشكل عام، وممكن كمان يكون في تواصل مع حد طاقه، مع حد قاعده مع حد، الله اعلم انتوا ايه اللي هيكون عندكم في تجديد عندكم الفتره دي. انتوا الامنيه اللي حاطينها في بالكم هتتحقق بشكل كبير جدا، وهتختصروا حاجات كتيره جدا. بس في ست عندكم، الست دي بتدعي المحبه، الست دي قصيره بيضه شعرها حلو جدا، لكن هي خبيثه مش حابه لكم الخير خالص. الست دي من المقربين ليكم، وانتوا حاطين اسطوب بينكم وما بينها، وخايف، مش خايفين منها، خايفين يعني من اللي بيحصل حواليكم. عشان كده انتوا زي ما قلت لكم بتحسوا حد بيكلمكم، بتحسوا انه في افكار سلبيه، هوس عندكم غير طبيعي، وبرضه مش فاهمين اللي بيحصل معاكم ده ايه. فعشان كده بقدر المستطاع بتحاولوا تكتموا على خصوصياتكم، بتحاولوا تكتموا وتداروا غير الاول. في الاول كنتوا اشخاص بتحب الكلام، بتحب ان هي تحكي، بتحب تفرح الناس اللي حواليها، بس خدتوا ايه، ان انتوا بتحكوا كل حاجة عن حياتكم وبتحبوا تفرحوا اللي حواليكم، ما خدتوش حاجة غير الوجع اللي انتوا فيه. وعشان كده انتوا عندكم مغامرة جديدة او خطوة جديدة او قعدة حلوة باذن الله. ولو حد جه عندكم وعرض عليكم عرض وانتوا حسيتوا ان العرض ده مغري، ففكروا فيه بشكل ايجابي، وان شاء الله باذن الله ربنا هييسر الامر اللي عندكم، ويتحسنوا من المواضيع اللي شاغله بالكم. انتوا حياتكم جميله وفيها طاقه ايجابيه، بس انتوا اللي مأثر عليكم الايام دي الضغوط في حياتكم الماديه. الماديه عندكم ممكن تكون واقفه شويه، او الضغوط عندكم مأثره عليكم في كذا حاجه، فان شاء الله باذن الله هيكون فيه مفاجاه حلوه، او طاقه حلوه، او عرض حلو، طاقة معينة هتتوزع عليكم، مقابلة انتوا مستنيينها بقالكم مدة، الله اعلم، بس هيبقى في تجديد في كذا حاجة هتحسن من الوضع بتاعكم. فانتوا هنا عندكم علامة اكس على موضوع، او عندكم علامة اكس على طاقة معينة، هدف معين، موضوع معين، علامة الاكس دي مؤثرة عليكم، مخلياكم انتوا ساكتين وحيرانين بكل الطرق، بس انتوا بتحاولوا حاجة، في حاجة مفقودة عندكم بتحاولوا تعثروا عليها، بتحاولوا تلاقوها، بتحاولوا تدوروا بشكل ايجابي علشان تلاقوا الحاجة اللي ضايعة منكم دي. في فرحة في الطريق ليكم، الفرحة دي هتدعمكم على جميع الاوضاع بتاعتكم، وهيكون عندك التزامات، انتوا عندكم التزامات الفترة دي مطلوبة منكم عشان تجددوا في اللي انتوا فيه. بس دايما اقول امسكوا على ايدكم شوية، وحافظوا على مصاريفكم، حافظوا على اللي انتوا عمالين تصرفوا فيه على الفاضي وعلى المليان من غير اي سبب، وخلي المعاملة بينكم ما بين الاشخاص اللي حواليكم بحذر شوية، رغم ان انتوا داخلين على ايام حلوة ليكم، بس انا عايزاكم تتعاملوا بحذر. الشخص اللي عايز يعتذر منك، او الشخص اللي هيجي ويعتذر لك وهيقول لك انا اسف سامحني على غلطة عملتها، او هيفتح دفاتر قديمة، انتوا اللي خرج من حياتكم مستحيل يرجع لها تاني غير بمزاجكم، انتوا عندكم الوضع ده. ففي كمان حد، يعني ممكن انتوا حد هيجي على حد، وانتوا هتدفعوا وانتوا هتتكلموا، انتوا ما بتحبوش الظلم ولا بتحبوا النفاق ولا بتحبوا تكونوا بوشين، فهتدفعوا انتوا. ده انتوا كمان ساعات بتوقعوا نفسكم في مشكلة ازاي، يعني الحقيقة ساعات بتزعل، او حد يجي يسألكم سؤال بتبقوا عارفين ان الحقيقة ممكن تعمل مشكلة كبيرة، بس بتقولوها، بتقولوا الحقيقة واللي يحصل يحصل. فلو حد بيحاول يوقعكم في خطيئة خدوا بالكم وخدوا حذركم. في كمان هنا حد هيتصل بيكم وهيعزمكم، وهتروحوا وهيبقى قعدة لطيفة، لمة حلوة، امور حلوة، وزي ما قلت البلوك اللي عندكم ده هيتفك، وهيبقى في كلام الحد المعين اللي بينكم وما بينه بلوك هيتفك بإذن الله. بس خلي بالكم هنا كمان بإذن الله، بإذن الله في رمز معين، رمز رزق او رمز خير هيتفتح قدامكم بإذن الله الفترة اللي جاية، او انتوا هتحلموا حلم وهتفسروه بالرزق وفي الخير،
ان شاء الله باذن الله. رغم ان انتوا الفتره دي بتحلموا بافاعي، بتحلموا بتعابين، بنمل، بحاجات كتيره بتدل على الطاقه، التعب او طاقه الاذى، بس باذن الله ربك هو اللي هيكون نصرك في كل الاخطاء عندك، وربك هو اللي هيكون واقف جنبك، وهو اللي هيعمل لك كل حاجه انت محتاجها. فشوف انت مستني ايه. لو انت مستني انفراجات ماليه ففي تحسنات حلوه وفي طاقه ايجابيه. الست او البنوته اللي من سنكم وغيرانه منكم، او الشخصيه اللي من سنكم بتغير منكم، دايما حاسه ان انتوا احسن منها، بتحب تاخد لبسكم تلبسه، بتحب تستلف منكم حاجات، دايما ايه، حاسه ان انتوا احسن منها. هي فاقده حاجات كتيره جدا في حياتها، فعايزه تكملها من شخصيتكم انتوا كمان. انتوا اشخاص لطيفه جدا، وشكم بشوش على الاخرين، وشكم كده كده كله طاقه ايجابيه، كله خبر، اخبار حلوه. المكان اللي انتوا بتدخلوه الناس بتحب جدا تتكلم معاكم فيه. فخلال اليومين اللي جايين دول هيبقى فيه حد هيتكلم معاكم، حد هيدير معاكم حاجة معينة، حد هيديكم طاقة إيجابية، وهيبقى فيه لقاء حلو، طاقة تانية مختلفة، الله أعلم. بس هيبقى فيه تجديد في أمورك أنت شخصيا. ليه؟ علشان أنت طال انتظارك في حاجات كتيرة جدا. دمعتكم نازلة عليكم، لأن التعب أكبر من اللي أنتوا فيه. في زعل عندكم الفترة دي حرفيا، زعلانين من حاجة كبيرة خانقاكم ومضايقاكم. في أمور عندكم انتوا بتعانوا منها، أشد المعاناة. ليه؟ لأن بالكم مشغول بتفكير قوي في مكسب حلو، والمكسب ده هيكون نقلة. في حد قريب منكم، الحد اللي قريب منكم ده تعبكم. ممكن يكون عندكم أخ مش حابب لكم الخير، ومرات الاخ اللي عندكم دي بوشين بتقول كلام وتودي، انتوا فاكرينها حبيبه بس هي مش حبيبه. انتوا حصل عندكم اكتر من امتحان في حياتكم، يعني انتوا ممكن تكونوا خلصتوا دراسه وما زال بتمتحنوا تجارب في الحياه. فخدوا بالكم، لان انتوا مراقبين، يعني في حد بيراقبكم من على جميع الاوضاع، عليكم عيون، العيون الكبيره دي من الناس المقربه، فلازم تخلوا بالكم. في حيرة مش طبيعية. البعض منكم عنده علاقة كاتمة نفسه، علاقة مضيقة صدره، مخليه مخنوق، في حاجة تقيلة على قلبه، وعشان كده بتيجي لكم نغزة. لكن ربنا هيفرحكم بعودة تغيير ليكم. في ناس أذتكم كانت من الصحاب، عندكم أربع أشخاص من الأصدقاء خسرتوهم أو حاولتوا تبعدوا عنهم، لأن الأربع أشخاص دول مش حابين لك الخير. في واحدة ست في أرض بيتكم، فأرض البيت بتجدد لكم سحر. شوفوا بقى مين اللي انتوا قاعدين معاه بيتكم. هي واحدة ست بتجدد لكم سحر، الست دي مش حابة الخير أبدا، وعامل لكم سحر، عايزة تنتقم منكم عداوة أشد العداوة عليكم. فلازم تخلوا بالكم. انتوا رحتوا عند شيخ أو عند شيخة، رحتوا عند حد والحد ده قال لكم انتوا مش معمول لكم حاجه، بس هم مش عارفين انتوا معمول لكم السحر، والسحر ده هو اللي عامل لكم موقف حال في اكتر من حاجه. الفتره اللي جايه دي حرفيا اسمتكم هتكون مفتوحه، لان الفتره دي هتعدوا باكتر من ازمه، وبعد كده ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب في تجديد امور. انتوا منتظرين، عندكم بركان جوه قلبكم، تفكير رهيب من كتر الصراع اللي داخلي اللي عندكم. انتوا الفترة دي هتبذلوا اقصى مجهود بشكل كبير. احرصوا جدا على كل حاجة فاتكم، احرصوا جدا على المعاملات اللي ما بينكم وما بين الاخرين، لان البعض منكم مخنوق، البعض منكم عايز يطلع من اللي هو فيه. وزي ما قلت الوجع اللي في المعدة ده بسبب الحسد الشديد، والمال اللي عندكم ما تصرفوه زيادة عن اللزوم. وبلاش طيبة القلب مع الأخوات، مع المقربين اللي انتوا بتدوهم من غير حساب، لأن انتوا لما بتدوهم من غير حساب هم مش شايفين كده، هم شايفين ان انتوا ضعاف فانتوا بتدوهم. فعايزاكم تخلوا بالكم وتحذروا. عندكم تغيير حلو ولقاء جميل وقعدة جميلة، طاقة معينة الله أعلم. في تجديد لأكتر من حاجة عندكم، في خطوبة هتتم على خير بإذن الله، وهيبقى استكمال لحاجات جديدة. لأن انتوا حصل عندكم توتر، حصل عندكم خلافات، وده كان في مكالمة يعني ما اتفقتوش فحصل الخلاف، فياريت تخلوا بالكم. والأشخاص اللي عايزة تأذيكم دي عمرهم ما هيقدروا يأذوكم. ليه؟ لأن انتوا معاكم رب،
معاكم رب ما بينامش، عارف مين بيحسد مين ومين بيحقد على مين. العاطفة عندكم حرفيا هتكون في قمة الازدهار، لان انتوا في خلافات كتيرة جدا حاصلة بينكم وبين الشريك الفترة دي، لكن بفضل ربنا هيكون في نقلة جديدة، بفضل ربنا هيكون في تجديد جديد. طاقة معينة، لقاء عاطفي الفترة دي وهيجدد الخلايا والمشاعر اللي عندكم، وهتكونوا مبسوطين. هيبقى في عودة لحد عندكم، حصل عندكم فراق، يعني حصل حد كان في فراق بينكم، فالفترة دي هيكون في طاقة. بلاش الخوف اللي عندكم، الخوف اوعى تخافوا، يعني ما تخافوش من حاجة، انتوا خايفين من حاجة تحصل، بالكم مشغول عمالين تفكروا، وده اكبر غلط انتوا بتدوه لنفسكم. فياريت بقدر المستطاع ما تخافوش من اي حاجة، وتمشوا في اللي انتوا عايزين تمشوا فيه من غير تردد، من غير تفكير، من غير اي حاجة، لان انتوا عندكم رزق كبير وعندكم طاقة مستجدة بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، لان ربنا كريم عليكم، ربنا حابب لكم ان انتوا تكونوا في قمة الازدهار. فياريت تخلوا بالكم بقدر المستطاع. كده نكون خلصنا مجموعة رقم واحد، ودلوقتي هنشوف مجموعة رقم اتنين، اصحاب الشمعة الحمراء، وبإذن الله تكون برضو طاقة ايجابية وتكون فرق. يلا مجموعة رقم اتنين، عندكم امور حلوة بإذن الله الفترة دي، نشوف مع بعض الصورة اللي هتطلع لكم وتكون طاقة ايجابية. بسم الله، صورة الكهف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الفترة دي عندكم ايجابيات بإذن الله، انت عندك طاقة ايجابية الفترة دي بشكل كبير جدا، بس انتوا بتفكروا في حاجات كتيرة جدا، بلكم مشغول بأكتر من حاجة، عندكم حاجة بتتحضر لكم، فرحة كبيرة، انتوا في طريق ان انتوا توصلوا لهدف معين، لطريق معين، عندك تحقيق الحلم، تحقيق حاجة جديدة. بسم الله ما شاء الله عليك، يعني انت عندك طريق في بيتك، الطريق ده في قلب بيتك، طرقه حاجه، يعني في طريق كده في ارض بيتك، المكان ده عايزك تنظفه كويس وتخلي بالك من بيتك كويس جدا. انت هنا عندك كمان طاقه ايجابيه، الطاقه الايجابيه دي ما شاء الله عليك، هيبقى في خروج من محنه، خروج من يأس، في كمان اكتر من هدف بابك، يعني بيتك مشغول بيه الفتره دي. كمان انت عايز تطلع لحاجه جديده في حياتك، عندك اخ او اخت بيأذوا فيك، بيتكلموا عليك، متعمدين دايما ان هم يجيبوا يعني يجيبوا اخرك كده ويودوك في مشاكل او يوقعوك في مشاكل. عندك هنا بسم الله ما شاء الله عليك طاقة جديدة، طاقة مختلفة خالص، الطاقة دي هتكون فتحة خير ليك، او هتكون حد هيدعمك على جميع الاسعد، بس البعض منكم ممكن يكون عليه نادر، لازم توفوا بالنادر اللي عليكم، لازم تطلعوا اللي انتوا فيه، في حاجة انتوا ندرتوا بيها وموفيتوش بالوعد بينكم وبين ربنا. عندكم كمان لقاء يخص لقاء شغل، لقصة حياة جديدة، عندك بداية جديدة كمان الفترة دي، هيكون في رزق حلو جدا هيجي لكم، وهيبقى في عوض، عندك اكتر من خطوة، الخطوات دي هتكون ايجابية او هتكون وصول للهدف، وصول للحلم، وصول للطاقة المعينة، الله اعلم. من وقت للتاني بتمروا بالضيق، بتمروا بالخنقة، يعني ممكن تمروا بكسرة اكتر من مرة، بس عندكم تحقيق هدف الفترة اللي جاية. وزي ما قلت لكم، لو انت عندك طرقة ما بين الحمام والمطبخ، طرقة ما بين اوضة النوم او اي طرقة عندك، خلي بالك من الطرقة دي كويس جدا، علشان خاطر الطرقة دي انت يعني دايما بتحصل كده في حاجة فيها، وانت بتحس انه في حاجة غلط، فعشان كده دايما اقول لك خلي بالك من النقطة دي، وحصن نفسك اول على طول، علشان الطاقات السلبية بتتوزع عليك من مداخل الحمام، فخد بالك من النقطة دي. عندك هنا بسم الله ما شاء الله عليك دعم كبير جدا، انت في حد هيعرض عليكم شغل، عمل هيعرض عليكم حاجات جديدة، وانتوا هتاخدوا قرار حاسم، وهيبقى في توازن عندكم جديدة، بس بالكم مشغول باكتر من حاجة حاليا، عندك بذل مجهود بشكل كبير جدا، عمال تبذل مجهود، عندكم اتنين تعابين في حياتكم، الحياة التعابين دول مازالت موجود، عمالين يأذوا فيكم، عمالين يكسروا بخاطرك اكتر من مرة، عايزين يوقعوك بأي طريقة، بس انت بفضل ربنا مستحيل تقع، وهتكون دايما في قمة الازدهار وفي قمة العليا. في مكان انت هتروحه، المكان اللي انت هتروحه ده هيكون طاقة ايجابية وهيكون فرج ليك. سمعت اكتر من مرة كلام وجعك، كلام ضايقك، كلام زعلك حتى على نفسك، عندك خبر حلو هتسمعه بعد اكتمال الموضوع اللي بالك مشغول بيه وبتفكر فيه في حياتك. البعض منكم عنده علاقة تانية او طرف تالت، الطرف التالت ده هيخرج من حياتك او هيطلع بره خالص، عشان كده انت عندك مشاكل بينك وبين الشريك. كمان الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليك هيبقى فيه يعني مش يعني قرار كده انت هتاخده، القرار ده هتبدأ
تحدد بيه مصير حياتك الفترة اللي جاية، او هتبدأ تسد جزء من الديون اللي عليك. انت عليك ديون حاليا، او عليك بعض المال اللي عليك، ناوي تطلع المال اللي عليك، ناوي تعمل حاجات جديدة، ناوي تبص لطريق الخير ليك. الله اعلم عندك بشرة، والبشرة دي خير ليك في الطريق اللي انت فيه حاليا. مين الشخص اللي غايب عنك بقاله مدة وانت مشتاق له ونفسك تكلمه، نفسك ان يكون في كلام بينكم، انت مشتاق له باي طريقة، فانت عندك رجوع لحد غايب عنك. كمان خروجك من الطاقة السلبية، في اكتر من موضوع حاليا متفتح قدامك وانت مش عارف تاخد قرار ولا عارف تبدا ازاي في المواضيع دي. اقدر ابشركم كمان باحتفال بخروج حد من حياتك او باحتفال مولود جديد. كمان انت هنا تعبان جدا ومحتاج ترتاح، محتاج تاخد راحتك في النوم، تاخد وضعك، تاخد استقرارك بنفسك. مريت باسوأ ايام حياتك، كانت الامور في تنازل دايما، ما كانش في تحسن، بس بسبب دعوات الست اللي عندك ده ربك هينصرك على من عداك. هنا كمان ربك هيهون عليك كسرة القلب، وهتعدي على خير الصدمة اللي انت واخدها، وربك كبير جدا. انت في طريق سفر او في طريق بداية جديدة، في ريان فتحة عندك، فتحة خير بإذن الله. انت دايما بتبذل اقصى مجهود لتوصل للهدف، بس عندك اليومين دول حرفيا خافي مشاعرك، خافي كلامك عن الحب، خافي اوجاعك عن الحب، خافي حاجات كتيرة جدا تخص الحب، وساكت وكاتم، مش عايز تبوح بأي حاجة من ناحية الحب خالص، علشان حصل عندك اكتر من موقف غريب في حياتك، فبيبقى حاسس ان الحب ده انت مش عايزه خالص في حياتك. دايما بتشوف الاسماك، دايما بتشوف حاجات تدل على الرزق في المنام، وده خير برضو ليك. عندك تساقط شعر، عندكم قولون عصبي، وده من العصبية اللي انتوا فيها، صداع، وجع في الجسم، دايما حاسين بتنغزة في قلبكم، بدوخة بتجيلكم بكده، باسترخاء في الجسم، حاسين بحاجات غريبة جدا، وده بيدل ان انتوا عليكم عيون كبيرة جدا من حياتكم. البعض منكم بيحلم بكوابيس، بيحلم بحاجات بيشربها، بيحلم بنمل، بيحلم يعني كل واحد ليه احلام معينه، بس انتوا وشكم الدبلان والاصفر والسواد اللي تحت العين ده بيدل ان انتوا عندكم وسواس رهيب في حياتكم. الوسواس ده عامل لكم اكتر من حاجه ازياكم، وانتوا عشان كده بتحاولوا تتوازن، يبقى في توازن في حياتكم العاطفيه، بس انتوا عندكم خلاف بينك وما بين الشريك، خلاف بينك وما بين حد الله اعلم، بس في خلاف كبير بينكم وبين حد. وعشان كده دايما اقول لكم انصحكم بمعنى اصح ان انتوا تكونوا هاديين وتتعاملوا في الحياه بشكل مختلف او بشكل ايجابي. ليه؟ علشان الطاقه السلبيه، انتوا مش محتاجين طاقات سلبيه اصلا، انتوا دايما بتسحبوا الطاقات السلبيه من الناس، فانت عندك انتصار حلو هيغير كذا حاجه في حياتك. وعايز اقول لك كمان ان انت هنا هيجي لك خبر، الخبر ده لو انت ما اتكلمتش عنه، او فرصه او عرض انت ما اتكلمتش عنه، هيكمل على خير. اما لو انت بحت عنه واتكلمت، صدقني مش هيتم، وساعتها الندم، انت اللي هتندم على الموضوع ده. بالك مشغول ودايما بتفكر في حاجات كتير جدا، بتحب تساعد الناس بس ما فيش حد بيساعدك خالص، طول الوقت عصبيه، طول الوقت تفكير 24 ساعه. خلي بالك انت محسود من المقربين اللي عليك، المقربين اللي جنبك، اللي عارفين عنك كل حاجه، قلبك طيب جدا وحساس بطريقه كبيره، وعشان كده بتكشف الناس كلها اللي قدامك، اللي قدامك بتكشفهم على طول، او بتعرف ان الاشخاص دول فعلا كذابين منافقين. يعني ما شاء الله عليك روحانياتك عاليه بشكل كبير جدا. عندك خطوه جديده او خطوه مهمه، الخطوه دي هتعزز من ثقتك بنفسك، وهترفعك لدرجه كبيره جدا. وخلي بالك دايما من التسرع، وان انت تحكم على الشخص اللي في حياتك من غير ما تعرف ظروفه. انت دايما منتظر بحاجات كبيره جدا، منتظر كذا حاجه، فانت هنا فقدت برده شخص غالي عليك. الشخص ده انت نفسك تسمع صوته، او نفسك تكلمه، نفسك تروح له عن اللي جواك، بس الشخص ده بعيد عن حياتك. عندك طاقة من الكسل والخمول بتجيلك من وقت للتاني في كذا حاجة، خد بالك دايما، ويعني كون حريص ان انت تحتفظ بحاجتك، وتخلي بقى ان محدش ياخد منك حاجة. عندك خبر، والخبر ده متعلق بمشكلة، او في مشكلة قدامك وانت عايز تحلها بكل الطرق، ففي فرحة من بعد الحزن الطويل اللي انت اخد مدة كبيرة جدا في حياتك، وهيبقى في طاقة جديدة ليك انت هتبقى مبسوط بيها قوي، علشان انت طال انتظارك. مين الشخص اللي عايز يدخل في حياتك بأي طريقة، والشخص ده متعمد ان هو يدخل في حياتك بكل الطرق؟ في حاجة انت برضو شاكك فيها، الحاجة اللي انت شاكك فيها دي قاعد وساكت، وعايز يعني عايز توصل للهدف بأي طريقة بسبب الشك اللي عندك. اكتر من مرة في كلام اتحط قال عندكم، اكتر من مرة انتوا بدأتوا تتكلموا بشكل بحاجة معين، في مشروع حلو جدا هيفرحكم، او في مصلحه ليكم انتوا هتكون حلوه، في عرض حد هيعرضه عليكم وهتكونوا مبسوطين جدا بالعرض ده. المشروع اللي عندك ده هيكون نجاح، والطريق اللي انتوا ماشيين فيه ده هيكون ايجابي ليك. مين الشخص اللي عندك عنده خشونه في الركبه، عنده الم في الظهر، عنده شويه تعب، ان شاء الله باذن الله في الوقت المناسب ربنا هيشفيه وهيبعد عنه اي طاقه هو بيمر بيها. عندكم حد يعني
الحد اللي عندكم ده اذا كانت اخت او اخ، في حد بينهم ماشي في طريق مش خير وانتوا ده بتحذروه، او انتوا هتكتشفوا وهتحذروه ومش هيسمع كلامكم ولا هيهتم باللي انتوا بيه، بس انتوا هتعملوا اللي عليكم وهتقولوا احنا فوضنا امرنا لله. في حد كان متعمد يعرفكم علشان مصلحته، علشان خاطر يعني يعرفكم علشان مصلحة ليكم او علشان يسحب منكم فلوس، الله اعلم. ولما عرف ان انتم يعني مش هتدوه حاجة او مش هتديها حاجة، الله اعلم، بعد عنكم بشكل كبير جدا، وانتم قررتوا ان انتم ما تتعاملوش مع الناس دي تاني. لو انتم يعني عايزاكم يعني تعملوا ايه، تعملوا حاجة جديدة في حياتكم، تطلعوا عرضوا نفسكم للطاقات الايجابية، عرضوا لنفسكم لأي حاجة تفرحكم، ابعدوا عن أي طاقة سلبية تتحكم فيكم. الطاقات السلبية لما بتتحكم فيكم انتوا اللي بتتعاملوا. رقم 8 ورقم 7 ده مميزين جدا بالنسبة لكم، الأرقام دي بتجيب لكم الطاقة الإيجابية، بتجيب لكم الفرحة اللي طال انتظارها ليكم. انتوا عندكم أكتر من خبر مستنيين تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة مستنيين تبقى فيه أمور حلوة في حياتكم، بس دايما بتجي لكم حالة وتختفي. يعني ممكن تجي لكم تصحوا الصبح تلاقوا في علامات غريبة في جسمكم، في حاجة غريبة في حياتكم، مش فاهمين ايه اللي بيحصل، بس انتوا في كذا حاجة يعني مصممين عليها ان انتوا تطلعوا. عندكم هنا حماس خارجي، حماس قوي جدا. في مكان كده انتوا ما بتحبوش تزوروه او ما بتحبوش تروح عنده، المكان ده مش عايزين تشوفوه اصلا، مؤثر عليكم بشكل كبير جدا. البعض منكم بيشتكي من سنان، بيشتكي من لثه ملتهبه، بيشتكي كده من شويه اوجاع في جسمه، بس عايز يطلع من اللي هو فيه وعايز يقرر على النجاح في حياته. عندك اموال، الاموال دي قديمه ليك، هيبقى فيها خير ليك انت، ومعنى اصح هيكون في بشره، والبشره دي هتكون انت فرحان بيها قوي، وهيكون عندك طاقه ايجابيه. عندك شخص بيراقبك، الشخص اللي بيراقبك ده من بعيد، خلي بالك منه، كون حريص ان هو عمال يراقب فيك، عايز يأذيك، عايز يرجع لك، عايز يفتح معاك مواضيع، بس انت ما بقاش ليك نفس حتى لعتاب. يعني انت ممكن تكون عندك عتاب بس انت مش عايز تعاتب حد، لا عايز تتكلم معنى اصح مع حد بسبب اللي انت شفته وبسبب اللي وقع عليك منهم، فقررت ان انت تحتفظ بخصوصياتك وما تتكلمش عن اي حاجة او تبوح باي حاجة. لو في حد عندك زي ما قلت لك من الاخوات، فهو عايز يتفق عليك عشان ياكل حقك، او انت ليك حق بعد كده تتكلم فيه، فمش هيقول لك انت مالكش حاجة والكلام اللي انت دايما بتسمعه. انت هنا واقع في مشكلة، والمشكلة دي بتفكر فيها ازاي تتخلص منها. مشكلتك هتتحل بإذن الله طول ما انت عندك ثقة بالله، فما تقلقش خالص، انت رأسك من فوق مرفوعة دايما، وعشان كده هيكون عندك انفراجة بخصوص ماديات او بخصوص حاجة انت بتمر بيها. وهيبقى فيه مكالمة، بس ليه بتجيلك ما زالت النغزة اللي بتجيلك في الصدر دي من وقت للتاني. عايزك تستغل ايامك كلها الفترة اللي جاية لصالحك، عايزك تستغل اي حاجة في حياتك. انت هنا يعني في علاقة حب بينك وما بين حد، في حد بيحبك وانت بتحبه، لكن في طرف تاني انت ما تعرفوش بس دايما حطك في دماغه، عايز يكسر بخاطرك، عايز يأذيك، فانت ما تديش الفرصة لحد، واهتم على قدر ما تستطع بالشريك، وحاول ان انت تضمه لحياتك تاني. في نظام، انت نظام حياتك ده هيتغير بشكل كبير جدا، وزي ما قلت لك انت في حاجات هتتغير عندك للاحسن باذن الله بشكل كبير. ليه؟ علشان انت ناوي تتغير. كمان انت هنا يعني في شخص، يعني ما تخليش شخص كده يأذيك، ما تخليش كرهك لشخص يخليك تكره الدنيا كلها، ده غلط. ساعد نفسك ان انت تخرج من حالة اليأس وتطلع من حالة الظلم علشان تبني حياتك بشكل كبير. اما طول ما انت منتظر، طول ما انت مستني، طول ما انت مش عارفة مش عارف مش عارف، هتلاقي كل اللي حواليك بدأ ان انت تغلط. انت عندك اكتر من حاجة بتديك طاقة ايجابية، عندك اكتر من حاجة بتخليك كده بشكل كبير، بتخليك احسن من حاجات كتيرة جدا، فلازم تشوف ايه المراحل اللي انت عايز تشتغل عليها وتشتغل. عندك ممكن يكون نقلة لعمل جديد، تغيير في سكن، تغيير في تفكير، لا هتثبت وجودك، هتكافح على قد ما هتكافح بس هتثبت وجودك. ايه الحاجة اللي انت مقصر فيها او في تقصير بينك وما بين نفسك، بينك وما بين حد، في تقصير عندك وانت بتحاول ان انت تستعيد حياتك بشكل كبير جدا. البعض منكم عنده استلام رسالة غريبة، استلام عودة مكان، استلام ناس جديدة، الله اعلم، بس في عندك استلام ورقة، في رجوع لشخص غايب بقاله مدة كبيرة. ستر ربنا عليك بيكون بركة وبيكون رزق ليك، وعشان كده البعض منكم شغال في عقارات، البعض منكم قلبه هيدق من جديد، البعض منكم هيكون منصور بإذن الله. وطريق السفر اللي هيكون قدامك ده هيكون خير ليك قوي، وهتحاول ان انت تبص لنفسك
بشكل كبير جدا. ليه؟ علشان ربك هو اللي هيكرمك من حيث لا تحتسب. وزي ما قلت لك المفاجأة اللي هتحصل عندك دي هتغير حتى حساباتك بشكل كبير جدا. في عمل هنا هيرفع من شأنك او شهرة، او هيبقى علاقة حب جديد، الله اعلم. بس في حاجات هتشهرك وفي حاجات هتاخد فيها قرار. البعض منكم داخل في مشروع شاغل باله طول الوقت، بيفكر فيه طول الوقت، يعني حاطط دماغه فيه، عايز ينجح، عايز يعافر، عايز يطلع من اي طاقة سلبية. شوية الارهاق والكسل اللي بيظهروا على ملامحك دول هيكونوا ده من ادق العمل اللي انت عمال تبذله. عندك اوراق تايهة منك، اوراق بتدور عليها، اوراق هتفتكرها هتقوم تدور عليها. في حاجات عندك هتخليك تعود نشاطك مرة تانية وتستعيد مهاراتك وثقتك بنفسك، وهتربح بعض المشاريع، هتربح بعض القضايا، هيبقى في مكسب حلو علشان عندك بداية جديدة ليك. انت بس محتاج الصبر ومحتاج ثقتك بنفسك تزيد. في كمان هنا حد هيتصل بيك، هيرفع عليك التليفون وهيطلب منك حاجة، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجة معينة. مين الشخص اللي من نفس برجك؟ الشخص ده غايب عنك وفي بينك وما بينه اللقاء الفترة اللي جاية، وهيبقى في امور كده، او هيبقى في حد جديد في حياتك. دقيت على باب والباب ده مازال مغلق، بس هيتفتح في الوقت المناسب، وهتعرف قد ايه ان ربنا كريم عليك. في شوية تقلبات، في شوية مشاحنات، في شوية حاجات مأثرة عليك وعلى قلبك ومخليك كاره اي حاجة تخص الحب. وفي موقف بيتكرر معاك بشكل كبير، وانت عايز تفسر الموقف ده، حلم، اشارة، حاجة معينة بتتكرر معاك اكتر من مرة، وانت عايز تفسر الموضوع ده باي طريقة، عايز تشوف فيه ايه، عايز ايه اللي بيحصل، يعني بتسأل نفسك اكتر من سؤال. فانت مقرر تشتغل ومقرر تعافر وبترمي ورا ظهرك، واكتر حاجة بتعملها الفترة دي بتصفي حساباتك مع اصدقاء، مع احباب، مع ناس كتيرة جدا، وبتحاول تستحلى بالهدوء وبالصبر، وبتحاول ترمي ورا ظهرك اي حاجة خطيئة في حياتك. وفي كمان تجهيز اوراق، ممكن كتب كتاب، ممكن سفر، ممكن شراء، ممكن بيع، الله اعلم. في ورق عندك هتجري فيه الفترة دي، وهيبقى فيه طاقة ايجابية. وعايز اقولك ان في حد هيقول لك الف مبروك، الله اعلم الف مبروك عليه، بس على حاجة هتفرحك قوي الفترة دي، او هتبقى ليك طاقة ايجابية ليك انت، علشان انت فعلا مهموم الفترة دي. في خلاف بينك وما بين صديق، او بينك وما بين حد ليك انت. الخلاف ده كان من فترة في الماضي، وهتبدأ صفحة جديدة، وان شاء الله باذن الله علاقتكم ممكن تعود لو يعني للصلح، وهيبقى فيه خير. دايما الاهل مركزين معاكم جدا الفترة دي، وانت بتحاول ان انت تتخلص، بس بتيجي لك ضيق وبيجي لك فصلان من كل حاجة. عندك محادثة بينك وما بين حد طويلة، المحادثة دي لازم تتجنبها ولازم تمسحها، وما تفضلش كل شوية تمسك التليفون وتبص عليها. في هنا كمان يعني حد، الحد ده دايما بيدعي لك في الخير، وانت عارفه كويس جدا، عارفه ان هو بيحبك ودايما عايز مصلحتك، بس انت ما بقتش شايف مين بيحبك ومين عايز مصلحتك بسبب اللي انت فيه، او بسبب بمعنى اصح اللي انت مريت بيه. انت مريت بحاجات اكتر، حاجات كتيرة جدا تعبتك، حاجات كتيرة جدا خذلتك، ما كنتش متوقع ابدا انه يحصل لك كده. فالفترة دي انت زي ما قلت لك مش واخد راحتك في حاجات كتيرة جدا. عندك هدية بعد خطوتين، حالتك النفسية هتتحسن لصالحك انت بعد بفضل ربنا، هتطلع من حالة الاكتئاب والخذلان. في حد قريب منك هتعرف قد ايه هيحصل موقف وهيظهروا لك على حقيقته، وهتعرف قد ايه ان الشخص ده اصلا يعني كان حاجة غلط في حياتك. في هنا بشرة خير، بشرة خير دي هتكون بسبب ورق حكومية او بسبب حاجة جديدة. بس دايما اقول لك ان انت تعبان من كل حاجة حواليك، وبالك مشغول طول الوقت جدا وحيران، ومش عارف تاخد قرار زي ما قلت لك، ولا عارف تفكر ازاي. تعبان، مضغوط، حيران، قلبك مكسور، فعشان كده الفترة اللي جاية هيبقى فيه اختبارات ليك انت قوية جدا. ودايما تحصل نفسك من اي حاجة مؤثرة عليك. في توتر في العلاقة بينك وما بين شخص بسبب المال، او بسبب قلة ان هو ما بيتكلمش، او بسبب ان هو ما بيحكيش، ما بيبوحش عن اللي جواه، وانت ما بتحبش كده خالص. انت بتحب الشخص الرومانسي، الشخص العاطفي اللي دايما تكون نيته بيضاء، اللي يتعامل بما يرضي الله. وطول ما انت مش شايف الحاجات دي انت بتسكت وما بتتكلمش وما بتتعاملش اصلا مع الناس دي. فدايما اقول لكم ان انتوا تعبانين في حياتكم بشكل كبير جدا، ودايما في اختلاف عندكم في اكتر من حاجه، فانتوا منتظرين كذا حاجه تحصل عندكم، والانتظار ده هيكون طاقه خير ليكم او طاقه فرحه. بس في كلام انتوا سمعتوه مازال موشوش عليكم، مازال الكلام ده يعني انتوا بتحاولوا يعني بتفكروا في الكلام ده، انتوا في حاجه ازياكم، الله اعلم. نيتكم دايما صافيه وقلبكم ابيض، ودايما كده بتتعاملوا بما يرضي الله، بس عندك حدوث اشياء جديده ليك، وحدوث الاشياء دي
هتخليك توفي بالنتر اللي عليك، وهتخليك تحسبها بالورقة والقلم بشكل كبير جدا. ليه؟ علشان انت مش هتكون زي الاول خالص. وزي ما قلت لك حالتك النفسية هتتحسن جدا. انت حصل عندك فشل في علاقة اكتر من مرة، فشل في موضوع اكتر من مرة، في حاجة عندك حصل فيها فشل اكتر من مرة الفترة دي، فانت مش عارف تعمل ايه ولا حتى تبدأ ازاي. عندك بشرة بخصوص حاجة سريعة هتحصل لك، وهيبقى عندك ربك كريم جدا. والقلق والتوتر والحيرة اللي عندك والتفكير اللي طول الوقت ده والحسد الشديد هتطلع منه وهترميه ورا ظهرك، وان شاء الله بإذن الله مش هتعود له تاني. ليه؟ علشان انت ما بقتش ناقص، انت اللي فيك مكفيك، بس مشكلتك ان انت محدش حاسس بيك خالص. والخلاف اللي بينك وما بين حد ده، انت ما تحكمش على حد غير لما تعرف فعلا ان هو بيكرهك، او تعرف فعلا ان هو شخص مش حبيب لك الخير. هتعود علاقاتك، هتعود حياتك بشكل كبير، هتتخلص من اي طاقة سلبية. وفي خلال حبة وقت هيبقى في مكالمة هتفرحك، وهتعود برضو الثقة بالنفس من جديد، وهتحسن وهتعزز نفسك بنفسك. محدش هيقف معاك، انت هتعود ضحكتك على نفسك، هتشتري زي ما قلت لك الحاجة اللي انت بتحبها والحاجة اللي هي هتفرحك مش هتفرح الاخرين. انت مبقتش عايز حاجة من حد ولا بقيت مستني حاجة من حد، وعشان كده انت الفترة دي هتخلف مع ناس كتيرة جدا وهتبعدهم عن حياتك. وزي ما قلت لك هتعالج الحسد الشديد اللي عندك. انت من وقت للتاني عندك نسيان رهيب جدا، بتنسى، وضيق في التنفس، وقلة ارهاق، يعني ارهاق كده، واحيانا بيجي لك الم في شكل كبير بحاجات كتيره جدا. دايما مميز بالجمال، مميز بالطاقه الايجابيه، مميز بالاخبار الحلوه كده، بتدخل المكان بتثبت وجودك بشكل كبير جدا، وعشان كده بيغيروا منك وحاقدين عليك وكارهين لك الخير، وكارهين لك ان انت تكون فيك طاقه، فيك حاجه، فيك اي حاجه، كارهين لك الخير الايجابيه. وعشان كده انت بتقول يا رب انا محتاج لك، لازم تقف معايا ولازم تساعدني في كل حاجه. ايدك مرفوعه لفوق بشكل كبير جدا، رافعها كده وبتقول يا رب انا محتاج لك، فيا ريت تقف جنبي، انا ماليش حد غيرك. كده نكون خلصت استخارتكم يا مجموعة رقم 2. يا رب تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. انزلوا باللايك وبالتعليق الجميل، وانتظروا مني كل ما هو جميل. الفترة اللي جاية هنزل لكم قراءات بإذن الله تكون جميلة وفرج لحياتكم.